اصعب مدير فني بتواجهه او بتحس ان ماتش معاه مش سهل رخم؟ والله كل المديرين الفنيين انا بعمل حساب بصراحه، يعني لان الدوري المصري مزيج بين الخبرات الاجنبيه والمصريه، كل المديرين الفنيين كل واحد ليه فلسفته. الشيء الجيد ان انت بتفرض اسلوبك على كل هؤلاء. تمام. ولما انت بتفرض اسلوبك وفلسفتك على كل الشخصيات اللي انت بتقول عليها ديت، انت خلاص نجحت. وده يمكن لما نقله اللاعبين تكتيكيا داخل الملعب، مين هيفرض اسلوبه داخل الملعب هو اللي هينجح. الحمد لله. خلي بالك احنا طلاع الجيش ما قدمش هذا المردود غير ما فرض اسلوبه التكتيكي داخل الملعب، سيطر على مفاصل المباراه. طالما انت سيطرت على مفاصل المباراه فالمباراه ماشيه في اتجاهك، سواء بتحقيق النقطه اللي احنا بنحافظ عليها او الثلاث نقاط. تمام. بالنسبه بقى لمباريات الكابتن طارق العشري والكابتن علاء عبد العال، بعد المباراه الاخيره كان في كوميك. كل مباراه تكتيكيه من النوع الاول، يعني الاسلوب قريب من بعضه. ده حقيقي. ان انت بتحاول تقفل المباراه، فما بتبقاش التواجد الهجومي بشكل كبير جدا، بتلعب على تفاصيل صغيره قد تكون فرصه واحده، ممكن تكون الفرصه دي من اوت، قد تكون من ضربه ركنيه، من فاول، من هجمه مرتده. تمام. فانت الاسلوبين قريبين من بعض بشكل كبير، وده خلي بالك اللي عمل طفره مع علاء عبد العال في الفتره الاخيره. ده حقيقي. الموضوع مش عمليه ان انا عشان ابين للناس ان انا بلعب كره حديثه فاقوم انا اتضر، لا، انت في الاخر هتشيل شنطتك ومع السلامه، يقول لك مع السلامه وهيضحوا بيك. انت كمدرب في عمليه حسابيه بتدار عشان تحقق الهدف اللي انت موجود فيه. ضغوط كبيره جدا علينا ان احنا عاوزين نرتقي، ده على المنطقه ديت، بس عاوزين نحسن، فاحنا بنلعب على تارجت تاني. هو على عاوز يهرب من المنطقه دي، وعامل حساب الفرق اللي وراه، وعامل حساب النقطه والنقطتين والثلاثه، فمفيش شك اي واحد بيفكر بعقلانيه هيقفل الماتش ويلعب على النقطه نمره واحد، لان انت طالما بتضيف ما بتخسرش، فانت الفريق ماشي في الاتجاه الصحيح. فدايما المباريات بتاعتنا مقفوله، والناس طبعا ابتدت يعني تصنفها. انا عاوز اقول لك يعني انتوا يعني هم صنفونا من المدربين، يقول لك المدرب امال الميدا اللي في فاركو ده بيعمل ايه؟ اللي بيقف في الماتش بيلعب على الدفاع، وده يقول لك فكر برتغال، اذا احنا متفوقين عليهم في الفكر دي. لا، وبعدين عاوز اقول لك حاجه، ان الاسلوب اللي انت بتتبعه هل انت بتنجح فيه ولا بتفشل فيه؟ المهم ان انت نجاح. بتحقق النجاح. العمليه كل في العالم ان يعني مفيش حاجه بتخرج عن كرة القدم في حالة الدفاع، أو كرة القدم في حالة الهجوم. إمكانيات اللاعبين اللي معاك. في حالة الدفاع، حالة الهجوم، في حالة الدفاع أنت بتعمل إيه؟ وفي حالة الهجوم أنت بتعمل إيه؟ قد تكون توصل بفرصة واحدة، لكن نجحت فيها أو ما نجحتش فيها، هو ده المهم. أكتر كوميك ضحك الكابتن طارق العشري، مباراة ما بينك وبين الكابتن علاء عبد العال. لما هم عاملين أخيراً بيقول يعني رسمين أنا فوق وهو مصورين تحت، فبيقول لي انا بقول له اتفضل هاجم، هو بيقول لا اتفضل انت. انا طبعا يعني ساعدتني يعني. الجمهور المصري طبعا ليه يعني افيهات حلوه يعني.